من ضمن الأسئلة أو جدول رواتب المهندسين في الكويت، يتمثل المتوسط لرواتب المهندسين في الكويت حوالي 1130 دينار كويتي. أعلى رواتب هي راتب المهندس المعماري في دولة الكويت حوالي 1220 دينار كويتي، راتب المهندس المدني في دولة الكويت 1120 دينار كويتي، راتب مهندس الكهرباء في دولة الكويت حوالي 1310 دينار كويتي، راتب مهندس الميكانيكا في دولة الكويت 1250 دينار كويتي. قد تختلف الرواتب، قد تزيد قد تقل على حسب المنشأة وعلى حسب الشركة، ولكن هذا هو جدول رواتب المهندسين في دولة الكويت. ربنا يرزق الجميع بالرزق الحلال ويرزق الجميع بكل شيء، ولكن هو دي متوسط الرواتب الذي يجب أن يؤخذ في الحسبان عند الحديث على هذا الموضوع. ربنا يوفقكم ويكتب كل خير. كان معكم مصطفى عطية، كارير كوتشنج واستشاري التدريب والتطوير. لا تنسوا الاشتراك في القناة لمتابعة كل جديد، وبالتوفيق.